ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان ليوم الخميس 1 ديسمبر كانون الاول 2022. عندك كتير من المجاملات اللي بتبقى في يومك، هتبتدي تشعر بشوية راحة في طريقك وسعادة كبيرة. ممكن تبقى مش محتاج لأي حاجة اليوم، سوى بس انك تبقى حاسس انك بتحب النهاردة وبتود، وبيكون عندك اعجاب كبير من شخص ليك. هتحترس اكتر من كل الحاجات اللي بتخدعك، بيخونك بالكلام النهاردة. في ثناء كبير النهاردة، في حسن نية. هتستاء شوية من عدم اهتمام الأشخاص اللي حواليك بيك، لكن الموضوع ده مؤقت جدا، فما تديلوش اهتمام أكتر. بالنسبة ليك النهاردة يا سرطان، عاطفيا هتاخد قسط أكتر من الراحة، خصوصا لو كنت بتنوي إنك تاخد قرار نهائي بشأن علاقتك النهاردة بشريكك. خليك مستعد للتفاصيل الحلوة اللي هتحصل ما بينكم. بالنسبة ليك النهاردة مهنيا، هتتوخى كل الحرص في علاقاتك مع زملائك في الشغل. ما تنخرطش في بين الأقاويل، ده قال ايه وده عمل ايه، اللي مش بتجيب غير الكذب وقلة الاحترام بعد كده. بالنسبة ليك صحيا، ما تعكسش الظروف وما تخليهاش تبقى بتصيبك باكتئاب وعزلة، هتخليك في أزمة كبيرة وحتى نفسيا. وبالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، بيواصل القمر عبوره في الحوت اللطيف طول اليوم ده. ممكن نتعامل مع شوية صعوبة في إننا نتابع كل الحقائق اللي بتبقى عندنا. التوجهات والتعليمات واضحة جدا، هيتم خلطنا بين التصورات المثالية. هنعرف نتعامل مع كل أنواع الخداع وخداع ذاتنا على كل الجوانب الإيجابية. هتبقى منفتحين أكتر على كل الاحتمالات والخيارات. هتشجعنا الليلة دي إنها تبقى مدروسة أكتر. التأثير النهاردة أساسي، هيساعدنا علشان نستقر في كل عواطفنا بشكل كبير. هيعزز العبور ده جاذبيتنا أكتر، هنبقى مسؤولين أكتر.